وهو معانا طبعا طول الفقرات. هناخد فقره فنيه. ارحب ببابا عصمت الاعلام الكبير، حبيب الملايين، حبيب كل الموجودين وحبيب كل الناس. اهلا بيك يا بابا عصمت. نسمع وليد رشدي وهيعمل مداخله بابا عصمت معانا عمل مع وليد يا جاسوس. اتفضل يا وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة اللي شفته النهاردة لازم يبقى فيه تحية كبيرة جدا للدكتورة سلوى زكري على المجهود اللي عاملاه النهاردة. أنا أولا ما بعرفش أجامل زي ما أنتم عارفين، اللي في قلبي على لساني. فالنهاردة اللي شفته واهتمامهم بذو الاحتياجات الخاصة والهمم حاجة جميلة جدا. والأستاذة وفاء الحكيم الممثلة الجميلة اللي عملت حاجة، أتمنى من فنانين مصر كلها تهتم بالمواضيع دي، مش هيبقى في ذو همم في مصر خالص. فأنا بحيي الصالون الجميل والحفلة جميلة وشباب المسيحية دي عشرة 25 سنة معاهم هنا، واحد منهم كلنا واحد وأسرة واحدة وحب واحد، ودايما عصمة مع اهله في كل مكان. وكل سنه وانتم طيبين، مع تحيات بقى بابا وعمه جده عصمة كمان وماما عصمة كمان. شكرا. شكرا بابا عصمة، شكرا لحضرتك دايما منورني.